نظمت الهيئة الإنجيلية لصغار المزارعين ندوة بالمنوفية ضمن مبادرة إزرع في إطار فعاليات التحالف الوطني، وتقدم المبادرة حزمة من المساعدات بهدف اتباع المزارعين أفضل الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح الذي يعد أهم محصول استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي. مبادرة إزرع بتهدف طبعا للتوسع في زراعة القمح اللي هو المحصول الاستراتيجي الأول لمصر، وبتساعد الفلاح إن هو يتوسع في الزراعة سواء على المستوى الأفقي بزيادة المساحات المزروعة أو على المستوى الرأسي بزيادة إنتاجية الفدان بتاعه، وده بيحقق أمن غذائي لمصر وفي نفس الوقت بيحقق زيادة دخل للمزارع نفسه. أهمية المبادرة النهاردة هي بتوفر البذور للتقاوي. طبعا كل الفلاحين أو صغار الفلاحين عندهم مشكلة تكاليف والعائد في نفس الوقت، لأنه هو أصلا يعتبر دخله الوحيد هو الزراعة، ما عندوش دخل تاني، فعشان يقدر يزرع مساحة مثلا كبيرة في القمح سواء كان فدان أو نصف فدان أو على حسب المساحة بتاعته، فبيقابل مشاكل كبيرة جدا في توفير الدعم المالي. فإحنا هنا انطلقنا من المبادرة بتوفير البذور دي أو التقاوي دي بنص الثمن عشان نقدر نوفر عليه عشان يقدر يزرع مساحة أكبر. أهم شيء طبعا التخفيض ده، وإن إحنا أول ما سمعنا بموضوع الهيئة الإنجيلية والتخفيض انا اول واحد والله فعلا سعيت وجبت، فعلا هي كانت تقريبا ب 500 وشويه، احنا خدنا 250 حاجه زي كده يعني الغله، يعني خدناها فعلا بسعر مخفض، ونامل ان ده يستمر ان شاء الله وتزداد باذن الله. يعني ان شاء الله فرصه جميله برضك ان ايه تحفز الفلاح ان هو يزرع قمح ويزود مساحات القمح، يشجع كنوع من التشجيع المعنوي حتى للمزارع. اللي شجعني اجي عشان المبادره بتنفذ كل حاجه، لما بنقول الطلبات بتنفذها، يعني احنا بنطرح مشاكلنا والمبادره بتنفذها. الفلاح في امس الحاجه الى ان احنا نرشده ونديله التقاوي بنص الثمن، ونقول له ان ارضك برضو على وفق ما سمعت من الاخوه الساده المسؤولين في هذا الامر، يبقى في اشراف مجاني على الارض بتاعته وعلى المزروعات بتاعته عشان كلنا ننهض بمصر. الإزرع دخلت باهم عنصر في الزراعه هو التقاوي، والتقاوي دي بتمثل عبء كبير قوي للفلاح، على اساس ان هو كان بيجي احيانا ما يلاقيش تقاوي في المخازن، بيبقى يروح يعين المشتركات او يروح للمحلات ما يلاقيش، ممكن تنصب عليه. انت وفرتوا اكبر قدر واكبر عنصر انتاج محصول انتاج القمح، هو ايه؟ عبوه القمح. عبوه القمح لما وفر نص الثمن للفلاح هو بياخدها، النص الثاني ده بيوجهه لاي خدمات، سواء يخدم الغير بقى المساحه اللي زرعها، يجيب مبيدات، يجيب اسمده، يجيب حاره، يجيب بتاع، يعني فكيته عنه عبء كبير قوي كان بيمثله، كان بيشكو من نفسه ومع بيته ومع عياله، وانا معيش وانا مش هزرع وانا مش هجيب وانا وانا وانا، دخلته في الاهم عنصر هو ايه؟ التقاوي. احنا اللي شاركناه ان احنا الهيئه تبع الارشاد، الجماعة اللي هم في الإرشاد قالوا لنا إن فيه تقاوي بيجيبوها طبعا الهيئة الإنجليزية، فخدنا التقاوي وما شاء الله زرع حلو يعني. دعم الإرشادي طبعا نزل مهندس الإرشاد عشان يرشدوا المزارعين كيفية الزراعة ومواعيد الزراعة وطبعا الرش والتسميد وكل شيء عن القمح ومقاومة الآفات ومقاومة الإيه الحشائش، وعن الأصناف اللي هي مبكرة والأصناف اللي هي متأخرة، الأصناف اللي هي بتزرع في كل محافظة اللي تليق في كل محافظة بالأراضي بها.